المنظمة الاجتماعية السياسية المتمثلة بمعسكر قوزاك زاباروجيا وجدت على الأراضي الأوكرانية لأكثر من 200 سنة بين القرنين 16 و 18، وسميت بالمعسكر الزاباروجي وامتدت أراضيه لتشمل مناطق كيروفهراد الحالية ودنيبروبتروفسك وأجزاء من ميكولايف وخرسون وزاباروجيا ودنيتسك الأوكرانية. كان لمعسكر زاباروجيا القوزاقي جميع سمات الدولة الديمقراطية، حيث قام على مبادئ الديمقراطية القوزاقية والمساواة الكلية. بخلاف الدول الإقطاعية آنذاك، عمل بمبدأ العمل المأجور وليس استرقاق العمال، ولعب معسكر زاباروجيا دوراً هاماً في النضال الوطني التحرري للشعب الأوكراني وفي تشكيل النخبة الوطنية. ويقدر العلماء أنه ربما كان الكيان الديمقراطي الوحيد في العالم في النصف الثاني من القرن 18. كانت هذه أول محاولة يمكن أن ننظر إليها في سياق التاريخ الأوروبي، حيث بدأ عصر جديد وانتصرت الثورة الإنجليزية، ويمكننا القول أن إنجازاتها محفوظة حتى الآن، ونموذج الديمقراطية البريطاني هو نموذج للعالم بأسره. نفس الشيء حدث عندنا، حيث أن أوكرانيا لم تتطور بمعزل عن أوروبا، كما ويمكن وضع تشبيه مباشر، ولكن الثورة الأمريكية لم تكن قد بدأت بعد. عشية تلك الثورة الأمريكية حدث نفس الشيء تقريبا على الأراضي المحازية للنيبر، وكان هذا نموذجا غير مسبوق. كانت أمام معسكر زاباروجيا آفاق كبيرة لإنشاء دولة وطنية مستقلة في أوكرانيا. لم يتوجب على القزاق الأوكرانيين إحياء التقاليد التي بدأتها روس، وإنما مواصلتها، تلك التقاليد التي لم تمت أبداً أيام حكم إمارة ليتوانيا وروس، وكان عليهم إحياؤها في العهد الليتواني البولوني على مستوى أعلى لتصبح أساساً لتشكيل دولة وطنية. قام القزاق الأوكرانيون تحديداً بمحاولة لتأسيس دولة وطنية، وبدأت هذه المحاولة من منطقة خميلنيتسكي من الانتفاضة التي نمت لتصبح أول ثورة وطنية أوكرانية ما بين العامين 1648 و 1676. بالطبع كان يجب أن تؤدي هذه الثورة الوطنية الأوكرانية الأولى بالنتيجة إلى إنشاء دولة وطنية مستقلة. مما لا شك فيه، كان لدى أوكرانيا فرصة لكي تصبح دولة مستقلة، ولكن فور انتهاء الحرب الروسية التركية التي جرت ما بين أعوام 1768-1774، اختفى التهديد الخارجي لجنوب الإمبراطورية الروسية. وعلى الرغم من أن قزاق زاباروجيا ساعدوا موسكو على الانتصار في هذه الحرب، فلم يعد لهم ضرورة. في 23 من أبريل من عام 1775 أصدرت الإمبراطورة الروسية يكاترينا الثانية أمراً بحل معسكر زاباروجيا. ويعتبر الباحثون أن أساس هذه الخطوة المعادية للأوكرانية قام على أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث لم يرق للقيصرية أن المعسكر كان مركزاً دائماً لانتفاضات الفلاحين الأوكرانيين وللخطابات المعادية للإقطاع، بالإضافة إلى أن أراضي زاباروجيا تحولت إلى منطقة زراعية قوية قامت على نمط المزارع. كانت أرض جيش زاباروجيا عند تصفية المعسكر تمثل من الناحية الاقتصادية نهجاً متقدماً من نمو الزراعة على نمط المزارع الأمريكية. ولماذا كانت تجذب الفلاحين الأقنان الهاربين؟ لأنها كانت نموذجاً لإدارة الإنسان الحر الفعالة للأرض الحرة، حتى أن آخر إيتمن كان يغري جميع الهاربين ليظهر مدى فعالية هذا الاقتصاد المزرعي التجاري الرأسمالي. في الرابع من يونيو من عام 1775 أحاطت القوات الروسية العائدة من الحرب مع تركيا بشكل غير متوقع بالمعسكر، واستولت على أراضي جيش زاباروجيا من دون مقاومة تقريبا، حيث أن القوات القزاقية الرئيسة لم تكن قد عادت من الجبهة بعد، فألقي القبض على قادة القزاق وأغنياؤهم وصدرت ممتلكاتهم، وضمت أراضي ضخمة من ممتلكات زاباروجيا إلى الإمبراطورية الروسية، ومن ثم وزعت على النبلاء الروس لينتهي بهذا وجود معسكر زاباروجيا.
Цей крок Катерини II був цілком мотивований як крок імператриці російської держави. Фусірат хутвату Екатерина II هذه على انها خطوه لامبراطوريه الدوله الروسيه. Катерина II написала інструкцію генерал-прокурору, генеральному прокурору. كتبت كاترينا الثانية قبل 11 عاما من حل معسكر زاباروجيا تعليمات لمدعي عام الإمبراطورية الروسية ألكسندر فيزامسكي، تشرح فيها له أن وجود الكيانات ذات الحكم الذاتي داخل الإمبراطورية الروسية والتي تدار بالحقوق المؤكدة والممنوحة لهم، وتعني فنلندا ليفونيا أي كارليا الحديثة وروسيا الصغرى، لا تتطابق مع خط سياسة الدولة. співпадає із лінією державної політики. Для того, щоб вони ولكي لا ينظروا تقصد سكان فنلندا وليفونيا وروسيا الصغرى كالذئاب الى الغابه، من الضروري توحيد بنيان الدوله والانظمه لتتفق مع الانظمه الامبراطوريه العامه، ويجب العمل على محو اسماء وامجاد الهيتمانات. وألغي في سنة 1764 منصب الهيتمان، ما سيؤدي إلى توحيد قواعد السلوك في جميع أنحاء الإمبراطورية، ولن يعود هناك خوف من الحركات الانفصالية ولا من مشاريع الهيتمانات السلطوية وما شابه. حصل ممثلو القيادة القزاقية الذين لم يقعوا تحت سطوة القمع القيصري على مراتب النبلاء ووافقوا بصمتهم على حل معسكر زاباروجيا. الشخص الوحيد الذي تجرأ على التعبير عن عدم موافقته على هذه التغييرات كان سليل الأسرة الأوكرانية المعروفة والضابط السابق، ومن ثم الكاتب والمؤلف الشهير لقصيدة العبودية فاسيل كابينيست. سافر في سنة 1971 إلى بروسيا للقاء ملكها، ومن بين المسائل التي نوقشت خلال اجتماعهما تقدمه باقتراح لدعم فكرة إعادة إنشاء دولة مستقلة على أراضي أوكرانيا في حال نشوب حرب بين بروسيا وروسيا. فاسيل كابينيست دا він якраз типовий був представник української козацької старшини, який чинив останнє, мабуть. فاسيل كابنيست هو نموذج عن القيادة القزاقية الأوكرانية، ويبدو أنها ليست محاولته الأخيرة لتفعيل خيار التدخل الخارجي لتحرير أوكرانيا القزاقية على يد الدول الأوروبية القوية. زار مملكة بروسيا التي كانت قد بدأت تقف على أقدامها مكتسبة الزخم منذ بداية الحروب النابليونية، فعرض على رئيس حكومة المملكة دعم أحفاد القزاق الأوكرانيين الشامل في حال ظهور الجيش البروسي في منطقة دنيبر. استمعوا إليه باهتمام في برلين، ولكنهم لم يقدموا على أي خطوات ملموسة، حيث كانت على جدول الأعمال مسألة محاربة تصدير الثورة من فرنسا الثورية. هكذا كانت أولويات بروسيا، وكانت الإمبراطورية الروسية واحدة من الأعضاء الأساسيين المؤثرين في التحالف المناهض للفرنسيين. رأى العاهل البروسي مستقبل إمبراطوريته في العلاقات الوثيقة مع روسيا، وعاد كابينيست فارغ اليدين، واتضح أن تعويل القائد القوزقي الأخير على المساعدة الخارجية من أجل تحرير أوكرانيا كان عبثياً. ولكن الوطنيين بيّنوا رغبتهم العظيمة في النضال من أجل استعادة الدولة الأوكرانية. بعد حل معسكر زاباروجيا استطاع جزء من القزاق الفرار إلى ما وراء نهر الدانوب، وأنشأوا معسكراً ما بعد الدانوب على الأراضي التركية الذي تواجد لأكثر من 50 عاماً. يحكي الملحن سيمون جولاك أرتيومسكي في أوبراه الشهيرة زاباروجيتس خلف الدانوب عن حياة القوزاق الأوكرانيين في المنفأ. بدأت في عام 1828 الحرب الروسية التركية التالية، ورفض القوزاق الأوكرانيون المشاركة فيها إلى جانب الإمبراطورية العثمانية، ما اضطر الأتمان المختار القوزاقي لمعسكر ما وراء الدانوب يوسيب بلاتكي إلى نقل مقاتليه إلى الإمبراطورية الروسية، فجرى توطينهم على سواحل بحر أزوف بين ماريوبول وبريديانسك، وأسس جيش أزوف القوزقي واستمر وجوده حتى عام 1860. اتهم القوزاق الذين بقوا وراء نهر الدانوب بالخيانة، وقضت الحكومة التركية على المعسكر، وأعيد توطين سكانه في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية. ووفقا للمؤرخ الأوكراني ميخائيل هيرشيفسكي، انتقل حوالي 8000 قوزقي أوكراني إلى أراضي ما بعد الكربات بعد تصفية معسكر زاباروجيا، وأسسوا على الأراضي النمساوية حينها بإذن من الملك جوزيف الثاني معسكراً لهم.
А ті, хто переселилися на Закарпаття, то і далі вони переселилися на територію Войводини. استوطن الذين انتقلوا الى ما وراء الكربات في داخل البلاد في اقليم فويفودنيا النمساوي. وهناك قاموا بالاعمال المعتاده لهم. حراسه الحدود الجنوبيه الشرقيه لامبراطوريه هابسبورغ. سما назва того етносу. وبقيت تسميتها العرقيه كما كانت في العصور الوسطى روسيني. За часів середньовіччя русини. Русини. ويوجد العرق روسيني في جمهورية كرواتيا وفي فويفودنيا في جمهورية صربيا، وهم تحديدا أحفاد المهاجرين القدامى الذين وجدوا مأوى لهم تحت صولجان هابسبورغ بعد حل معسكر زاباروجا. بقي الجزء الأكبر من القوزاك الأوكرانيين على أراضي الإمبراطورية الروسية بعد حل معسكر زاباروجيا، وتوحد القزاق في جيش البحر الأسود القزاقي الذي شارك في الحرب الروسية التركية ما بين أعوام 1787-1791، حيث أعيدت للجيش القزاقي الرايات وشعاراته الأخرى التي صدرت عند حل معسكر زاباروجيا، كما وأحيت الرتب العسكرية القوزاقية والتقسيم العسكري الإداري الذي كان موجوداً في معسكر زاباروجيا. أمل القوزاقيون في العودة إلى أراضي أجدادهم بعد الحرب، لكن الحكومة القيصرية لم ترد ذلك، فبموجب المرسوم السري الصادر في 21 مايو من عام 1791 أمرت الحكومة عاجلاً بنقل معسكر البحر الأسود القوزاقي إلى كوبان. مارس القوزاقيون هناك بعد استقرارهم تربية الماشية والزراعة، وشاركوا في جميع العمليات العسكرية التي خاضتها روسيا في القوقاز، وقاتلوا في حرب القرم ما بين العوام 1853-1856. وصل قزاق البحر الأسود لأكثر من قرن من الزمن تقاليد قزاق زاباروجيا وحافظوا على ذاكرة الإرث الوطني. جرى في فبراير من عام 1918 على غرار الجمهورية الشعبية الأوكرانية الإعلان عن تأسيس جمهورية كوبان الشعبية في يكاترينادار كراسنادار حالياً، ويتخذ بعد بضعة أيام قرار حول انضمام كوبان على الأسس الاتحادية إلى أوكرانيا، ولكن جيش دينيكين الروسي التطوعي حال دون تنفيذ هذه المخططات. بعد الاستيلاء على كوبان في أوائل عام 1919 بدأ أتباع دينيكين باضطهاد كل ما هو أوكراني. اعتقلوا أعضاء الجمعية التشريعية وانتزعوا الراية الزرقاء الصفراء عن السفارة الأوكرانية وألقوا القبض على السفير الأوكراني فيودور بوزينسكي. كانت كوبان واحدة من قواعد تشكيل الحركة البيضاء ضد البلشفية، ولكن عندما قرر دينيكين قتال أوكرانيا في صيف عام 1919 رفض قزاق كوبان محاربة إخوانهم. Під час громадянської війни якраз у Антона Івановича Денікіна вами згаданого. كان لدى أنطوان إيفانوفيتش دينكين القائد العام للقوات المسلحة لجنوب روسيا خلال الحرب الأهلية شكوك كبيرة حول جيش كوبان. Кубанської армії. А тому що вони لأنهم حافظوا على الذاكرة التاريخية ويذكرون أسلافهم. وكان من نصيبه الفشل عندما بدأ حربه ضد جمهورية أوكرانيا الشعبية وقرر استخدام جيش كوبان على الضفة اليمنى ضد جيش الجمهورية الشعبية. بالإضافة إلى أن أعداداً كبيرة من قزاق كوبان كانت في تشكيلات الوحدات القتالية المختلفة لجيش الجمهورية الشعبية الأوكرانية، فهم شاركوا بنشاط في القتال ضد قوات البلشفية وقوات الحرس الأبيض، وإحداها وحدة قوزاخ كوبان بقيادة الهيتمان يوشكيفيتش، حيث كان جنوده أول من دخل كييف في مايو من عام 1920. بعد قيام النظام البلشفي في كوبان طبق القمع الوحشي ضد من دعا للاستقلال أو قاتل ضد السوفيت. وخلال مجاعة 1932-1933 جرى محو الذاكرة التاريخية نهائياً من وعي أحفاد القزاق الأوكرانيين. مابوت таки до великого голоду 1932-1933 років на Кубані ні. يبدو أنه قبل مجاعة عام 1932 الكبرى لم تغب الذاكرة التاريخية في كوبان أبداً بأن شعب كوبان من نفس دم القزاق الأوكرانيين، ولكن بعد المجاعة الكبرى والقمع سجلوا جميعا في الجوازات على أنهم روس، ومن الواضح أن السلطة عملت على محو هذه التذكارات تدريجيا من ذاكرتهم. بالقضاء على معسكر زاباروجيا قضت الحكومة القيصرية أخيرا على براعم الديمقراطية القوزاقية،
واستعبدت بلا رحمة الفلاحين الأوكرانيين وأجبرتهم على البحث عن ملجأ تحت التيجان القيصرية للدول الأخرى والمناطق الأخرى من الإمبراطورية الروسية. ويعد العلماء الأوكرانيون أن جنود معسكر زاباروجيا كانوا أول المهاجرين الذين حرموا في المهجر من إمكانية تعلم لغتهم الأم، وأصبحوا ضحية لسياسة الاستيعاب، ما أدى إلى فقدانهم الصلة نهائياً بوطنهم التاريخي.